يتوقت يعني ينطرات اللي كان عريق ينطرات اللي استعرفنا واش توك نيت بها يعني المجموعة المناطق حسوس إلا قيسنا أجمك ولكن نشتوك نيت بها قيس يتوك الشعراء اللي فكانين أجمك يعني طورات هذا من طبيعة الحال التوارت حل أجل يعني جيل وراء جيل طورات هذا قوين حا إخسادور انتفتح فماس تلفونون يضني نفل المسائل نحن كني أجمك غساد حضر نتيح يتوكت نرويس أجمك سوس اللي تأسس الجمعية التراث الأمازيغي سنة 1997 بمدينة إنزكان تهتم بتراث أجمك. الحاج أحمد الريح يحضر ديح غساد حل أمسيات نتاد الرئيس محند أزماني كذلك الحاج الحسن أمغوغ ثم الرئيس إبراهيم بليلة انضمن على مستوى إيقاع تلون حاضر مديح الرئيس العلي عندنا كوس محمد بن عبد الله حماد أكلكو الرئيس حماد أياو أنا بالعوش أيتما دي استمع غير الدار وغيتون أتشجعام وبتصفيقات حارة نصفق بحرارة على جمعية أجمك سوس للتراث الأمازيغي. إذن فرجة ممتعة للحضور الكريم.
نضرب بغيتو هنا تشجع انت كليتا ضنين اجمل كسوس واحد جوج ثلاثة هيت بادي السواد كليتا ضنين راهم تيني بركات مرحبا بكم غسات دار الجمعية اجمل كسوس بركات دار الجماعة ترابية نايت بها ياك تحضر مسودي عبيد لا مسودي عبيد واحد جوج ثلاثة تا غريتا تيم غارينا كنتي صرف ربي نشكا نبيل غاسا نشكا الجماعة نشكا دار الجمعية نجمع كسوز مثلا في الجيج غيك اللي سنا من بعد الجائحة من بعد كورونا غيلا درا التحرري من أجل ضمان استمرارية الأنشطة الثقافية حماسة نايت بها سي ونس مرحبا الجمعية وأجمع كسوز الجماعة الترابية نايت بها ولا أنت ترى أنتيني بركات مرحبا بكم كل ما دي كان دار النساء باش تزيد نحا حاضرين تريد نحا يوزاد نغساد يتوك الفقرات ان شاء الله رد قلنا المفاجاه الامسيه الفنيه إذن غيك اللي سنا غايت ما غادي يستمع نشكر هذاك اللي تيغنين كل ما دي قالنا نقدم نس باش غادي يحضروا المقارات الامسيات غيك اللي سنا لان تيا توكت المفاجات وقدود اعزان كل ما دي قالنا نقدم نس الحفله دار توسكار بمناسبه عيد العرش المجيد كذلك احتفالا بعيد الاضحى المبارك واحتفالا بالعطله الصيفيه نرحب بالجاليه المغربيه الحاضره من الخارج خارج ارض الوطن وكذلك نرحب ب ساكنة منطقة أيتبها اللحظة أيها الحضور الكريم نرحب بالوفد الرسمي الحاضر معنا في هذه الأمسية رؤساء الجماعة الترابية كذلك السيد رئيس المجلس الإقليمي الأعيان المدينة نرحب بكم في هذه الأمسية الفنية التي قلت تنظمها تنظم الجمعية أجمل كسوس بشراكة مع الجماعة الترابية أيتبها غلاد أيتبها استدمها تحت تصفيقاتكم الحارة نستقبل السيد رئيس جماعة أيتبها سي محمد اليربعي لإعطاء كلمة ترحيبية بالمناسبة تصفيقاتكم حارة للسيد الرئيس فليتفضل مشكورا Yeah.
الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذا المناسبة هاد الفرحة اللي تكون للمون كساكنة أيت بها وكساكنة الجامعات المجاورة والمنطقة الجبلية ككل. أكون باهرا نتبراك حتى مزيرة النون، أكون باهرا نتبراك حتى كمين المقر اللي هي الجامعة الترابية نايت بها. وكانت المناسبة هاد نشكر جميع الحضور نساء ورجالا. نشكر الضيوف الكرام، السادة رؤساء الجامعات، السيد رئيس المجلس الإقليمي، السيد الباشا، السيد قائد الدرك الملكي، السادة رؤساء جامعات لا شرفني الحضور حضور نسمعها حول المقارات، السيد رئيس جامعة تنات، السيد رئيس جامعة سيدي عبد الله البوشواري، السيد رئيس جامعة أيت مزال، السيد رئيس جامعة أيت ودريم، الأعيان المنطقة. الهدف هي تمادي تماما تيكان حول المقارات تزري يان ثلاث سنين المحنة ديال ثلاث سنين نتموكريس سبب الجائحة الكورونا. السبب هي العدد المقارنة بين المعارف المناسبات الاحتفالات. وكنصفد المجهودات اللي تسكر الدولة المغربية وعلى رأسها قائد الأمة ورائد نهضتها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره. سلفضل المجهودات اللي توسكرني تعقلم كله الفترة الحجر الصحي تعقلم تمالا اللي زرين التجند لتجند الدولة المغربية جميع المكونات باش الجائحة تزري بدون تأثير في الصحة المواطنين. ولله الحمد المجهودات كله كانت النتيجة نسنت غساد هذه الدولة تما وكنسول تكلم المجهودات نس وكان ارترز ما ارضح تروي الحياة العادية ارضح تروي ميكسيميك باش ارضح يسترجع المجتمع المغربي الحيوية نص النشاط نص رغم الأزمة اللي لان رغم الظروف اللي لان مدني كان توكاس الا الجفاف الا الغلاوات الا العدد المورات ولكن الدولة تسكر المجهودات نص باش ان شاء الله الاستقرار يعمو فرحنا مدنا رشق غساد هذا كل باهرا نسبراك بركات تفجيج المترشق نعمر الصدور نخدمر نحط نعمر سن امل ابدا سمقول يا وسما قلفول كنس المستقبل. وكان كذلك نتشكر تربوت اوج ماكسوس دمت الهوات اوج ما كل اللي حاضرين غسا باش تدحن في كيات الانطلاقه التنشيط الثقافي والفني حل المنطقه. نتشكر كذلك اسم قالنا يتبعها اللي زرينين هاتي تفرج اللوق تسر شق اللوق حتى نتحرك حركه داح دوز شويه من بعد ثلاث سنين هذا سيني حين ثلاث سنين وسولفو. كذلك نتشكر الفرق الموسيقيه ولا خصوصا الروايس اللي درنا حاضرين غسا الفكاهي شوشا واللي راه داخل يتفرج ان شاء الله. نتشكر المقدم النخصي عبد الرحيم بوحماد يان في الكفاءات تروى الاقليم الشوكا يتبعها اللي دارت لها الكفاءه مهمه حتى التقديم. وكان لكم باهرا نتبراك نتمنى ان شاء الله الامورات بدا الزيكيز نتخفوا الكيد الخير لهنا ان شاء الله. شكرا سيد الرئيس. بالمناسبه كذلك ريحه الشكر يا ورقاز يا ورقاز باهراي كان الاهتمام الاقليم الشتوكايت بها اللي هو السيد جمال خلوق عامل صاحب الجلال على اقليم الشتوكايت بها اللي يتدعم ينحل المجهودات اللي نزرع غساد اللي خدموا لنا يتومار قاتي السيد العام الرباري يتدعم التراث المحلي المنطقه الشتوكا ايتبها. كذلك نتشكر في العمل التنموي اللي سكر في الاقليم للعدد المشاريع غراس للعدد المشاريع الماء الشروب القضيه الاهتمام ذوي الاحتياجات الخاصه الصحه والتعليم يفتح يا الكادو مقرن الجامعه نيتبها ولا المنطقه ودرار كله اللي هو مشروع دار الامومه اللي تزرام. كذلك هاتي غير تمغارين ان شاء الله غير يسلك قدام هاتي ورسو التمرات انت بزاف في القضيه الولادات اشكو ايتبها تعزيز ديال المشروع كان مهم اللي هو دار الامومه. نتمنى غير يسلك قدام كذلك ديال المجهودات باش الدار الخيريه المستشفى محلي السودان غورتي لغايه السبيطار مزين اللي دار خلال تحول الدار الخيريه مستشفى محلي ان شاء الله استضافوا الجهود استاذ رؤساء الجامعات وتحت اشراف السيد العامل وتحت وكذلك مساهمه وزاره الصحه اللي غنتمنى ان شاء الله باش المشروع دار الامومه اي تعزيز ديال المستشفى القرب عما قريب ان شاء الله. شكرا السيد رئيس دار بكيتون صفيقات حاره السيد رئيس الجامعه الترابيه اتباع سي محمد اليربوعي
والمجهود ديال المجلس اللي كيبذلوه في اطار التنميه على مستوى جامعه ايت بها. اللحظه الكلمه المواليه للسيد رئيس جمعيه اجمك سوس جام حماط فليتفضل مشكورا. اولا تنكي سي سمينو اسم اعضاء الجمعيه وجمعيه السويس اللي كانوا المنظمه الحفلات. نشكر الرئيس المجلس الجماعي نايت بها سد عمنس. نشكر كل السلطه المحليه وعلى راسهم السيد عامل اقليم شتوفا ايت بها. نشكر السيد باشا المدينه. نشكر رئيس قائد الدرك الملكي والقوات المساعده والوقايه المدنيه جميع السلطات الرؤساء الجماعات القرويه اللي غادي حاضرنا الغصاد اللي يشرف اللي غادي يشرف لنا الرئيس المجلس الاقليمي حتى انت نشكر الحضور. نشكر كلهم ما بغيت يحضرون. نشكر الساكنه نايت بها اللي تسلم ايت بها تسمى ان الجمعيه وجمعيه السويس ان اللي سينا السيد الرئيس من بعد عامين ثلاث سنين الجائحه الكورونا اتي تشكد غصادة تحت اليوم هذا اليوم هذا اللي نسكر باش حنا بالساكنه نايت بها باش يسلم ليه الجمعيه وجمعيه السويس اتي تحيا الحمد لله اتي تحيا تغمسون فتغمسون في الانشطه تغمسون في التراث تغمسون في غاليه بدات قدامي الساكنه نايت بها غانا كان السبب نغصاد اللي حدوشكا باش حنا بالساكنه وغانا يتما ديستما انجليزان تيلي هنا الخيرات هنا اوريكا المهرجان اشكون اللي ما يقدر المهرجان هنا يتما غوات اوريكا المهرجان ضمن الجمعيه غوات ايكا غار يوم في المناسبه لعيد العرش المجيد المناسبه لعيد الاضحى المناسبه لعيد العطله الصيفيه انس مرحبا العمال من الخارج انس مرحبا سيد مزيد لنا عرب ران ايت بها انس مرحبا كل ما تغيدي ما قال غانا كان السبب اللي حدوش كغصاد تزرف لنا وكنزر لنا الامسيات الثقافيه والفنيه نتمنى دار ربي سبحانه وتعالى يطول روح العمر الكلوله كني باش ادي زايد ان شاء الله لقدام اللي حتدور في المهرجان حتضاح نظمها كيما القاعده اللي طفز ثلاث ايام وكان يتما الزا كله تشكر كله ما تبغي تحضر تشكر كله ما تحيد عمل تشكر كله الرؤساء الجماعات القرويه المنطقه نايت بها نتمنى حضر ربي سبحانه وتعالى تزيد نحكينا فوز غير كان اللي تزيد نحكيها السيري 40 افوز ضرب حضر ربي سبحانه وتعالى حتى الرؤساء الجماعات المنطقه ودرار حتى اثنين ينزل في الصدوق الى لقطنا اثنين من الصدوق نزل تزيد نحكينا فوز هذه الخيرات هذه زران تسنى بالنسكار الحمد لله العمل اللي قدام انا السيد العامل جمال خلوق هذا اللي طلب في المنطقه نايت بها الجمعيه وجمعه كنسوس تسكر مهرجان وطني باش تسولي لك مهرجان محلي ان شاء الله نتمنى جميع المجلس الاقليمي المجلس الجماعات الجهه هذا دعم ان شاء الله العمل اللي قدام باش تسكر المهرجان الوطني اللي راه يشرف المنطقه نايت بها يصرف الساكنه ودران يصرف كل المنطقه شتو كايت بها والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. إذا أيها الحضور الكريم تحية يا ورقاز يوم الدوك البهري عزان التقديم اللي هو السي الروداني محمد رئيس جامعة أيت وادريم اللي غايشرف فرنسا الحضور رؤساء الشباب اللي ستفتخر المنطقة وتجديد الشكر كذلك للسيد رئيس المجلس الإقليمي المدعم الدائم للجماعات الترابية بالدائرة الجبلية شكرا. إذا اللحظة أيها الحضور الكريم سنترككم جميعا مع النشيد الوطني المغربي. منتدى وحدة
بشعار الله الوطن الملك، بشعار الله الوطن الملك. جمعية أجمك سوس، الجماعة الترابية لأيتبها ساكنة المنطقة، تقدم الولاء والإخلاص لجلالة الملك حفظه الله بمناسبة الذكرى 23 لتربعه على عرش أصلافه المنعمين. أيها الحضور الكريم، أنسبراك الرئيس الحاج سعيد، الحاج سعيد وفقير الرئيس سامحات أنسبراك الحاج محمد بومال مدناد قاني قدام شرفنا خص الحضور نسني خصا تنسي مغور كلا خصي مغور. أنسبراك الحاج محمد بومال كيان الفعاليات اجتماعية المنطقة ودرار كلوت. أنسبراك الحاج سعيد رئيس الجماعة، أنسبراك الإخوان كلو نسكتت لي دوشتانين عدن قدام نسن أشكين سيل الوفد كان محترم أركم بارانت شكركم السيمور الله يجزيكم بخير. أن تبارك الله صراحة بشكا أتي دروسة بشكا تسمية القضية الحضور كله تاني دروس ما حنسو التفات السهرة تسودغيكا ولا الحفلات حنظامات. تبارك الله المنتخبين تمغارين يركزني على احترام. تبارك الله إلا النظام أركم بارانت شكار ندار بقيتون هتشجع ما يقول ينون واحد جوج ثلاثة. حقنا يقول يقول يلا يتسرقز لون سفل يلا واحد جوج ثلاثة. بارك الله عليكم أركم تشكر بارا روتيني تكليت يا ابنين بركة. مرحبا بكم، الأمسية ما زالت مستمرة، هناك مفاجآت في انتظار الجمهور الغفير الحاضر معنا في إطار فعاليات هاته الأمسية. أفلون ورمطون يتمادي استماع غلادة ركناج أجمك سوس، فرجة ممتعة. Yeah.
you
جند جند واحد صاحب المحبين هو الرويس جند الشينا هاري مكان زوج عثماني كيحلى الرويس ان شاء الله كتقولين الرويس يلاه تنمير النون بارك الله فيكم ما جبتو سمانه سيميكرا ديال الدغري الرئيس ان شاء الله الرئيس ابراهيم خراز الرئيس جواد